بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. هتكلم عن الشعر الابيض ازاي يرجع للون الطبيعي بالدلائل وبكلام الدكاترة. انا مش دكتورة لكن انا مجربة. ليه بقول لكم كده؟ لان الشعر الابيض ده اكتر فيديوهات جابت لي مشاكل وجابت لي تعليقات سلبية، رغم ان الدكاترة نفسها هقول على اساميهم دلوقتي اتكلموا في الموضوع ده عن الشيب المبكر، وانا مجربة رجوع الشعر الطبيعي لتقدم العمر. فهتكلم عن كل حاجة. اول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجة ايه؟ هنتكلم عن الشيب المبكر. دكتور مازن السقا قال ان المشروبات الغازية والسكريات بتستنزف النحاس والزنك من الجسم، فمادة الميلانين بترجع بتتراجع ويحصل الشيب. دكتور بيرج قال ان اللي بيحفز هرمون او المادة المسؤولة عن لون الجلد او الشعر اللي هي الميلانين، الميلانين او ميلانين بنطقها كده، النحاس والزنك. انا لما بدأت من 4 سنين او اكتر، الله اعلم يعني تقريبا، صيام متقطع، كنت حريصة جدا على تناول المعادن والفيتامينات من الاكل والشرب، فحصل تراجع تدريجي للون الشعر الابيض، وانا ما كنتش اصلا واخدة بالي. يعني متابعة معايا قالت لي، اللي هي داليا، واللي حواليا قالوا لي الشعر، شعرك انت بتصبغي شويه وتسيبي شويه، لان حصل تراجع تدريجي. فانا شعري كله كان ابيض، يعني انا شعري ابيض من تقريبا من يعني بدا يبيض من الثلاثينات ولغايه الخمسينات كان كله بقى ابيض. فانا يعني اكتر الفيديوهات اللي سببت لي مشاكل وسببت لي تعليقات سلبيه كان الشعر الابيض. فيا جماعة، الشعر الأبيض ممكن يرجع للونه الطبيعي بالاهتمام بكام حاجة هقول لكم عليها. أول حاجة، النحاس والزنك موجودين في المشروم، لب القرع، في السمسم الأبيض، وفي الكبدة، بس بنسبة أكبر في الزنك موجود في لب القرع، وبنسبة أكبر النحاس موجود في المشروم. طيب بعمل ايه تاني؟ انا بشرب واحدة، بحب القهوة قوي، اشرب الصبح فنجان قهوة، وده كلام الدكتور مازن قال ان البن، التدليك بالبن، قال معلقة بن مع زيت زيتون ومندلك بيها فروة الراس، مع الوقت بتحفز مادة الميلانين. ادي دكاترة اللي بيقولوا، مش انا، يعني انا بتكلم عن تجربة وهم بيتكلموا عن علم. فانا بعمل مساج لفروة الراس مرتين او ثلاثة في الاسبوع، لاني انا عندي طفل بني كتير، بغسل بيه وشي يوميا او اغلب الايام، بعمل منه ماسك، بعمل منه سكراب البن، الطفل البني. يعني انا بشرب القهوة واخد الطفل بتاعها احوشه كده واجمعه واعمل منه مكعبات تلج. وانا مهتمه جدا ان انا اكل كل يوم لب القرع، وباكل كل يوم السبسب الابيض، وباكل على فترات المشروم. فادي بالدلائل، بالدلائل الطبيه وبالدلائل التجربه. انا يعني اعتقد، على ما اعتقد، ان التجربه خير دليل. يعني اللي بيجرب حتى غير الدراسات، يعني انا مجربه. فكمان انا عايزه اقول لكم على معلومه مهمه قوي، كل الحاجات اللي انا بقولها لكم في الفيديوهات حتى لو جربتوها هتضركم في ايه؟ ببلع ريقي عشان انا صايمه. طبعا الصيام المتقطع مهم جدا جدا، حتى لو ما عندناش مشاكل صحيه او وزننا مثالي، الصيام المتقطع سحر، سحر. نهتم بيه، وانا شرحه بالتفصيل على كذا فيديو في القناه. وكمان الخضروات الورقية مهمة جدا، المية بليمون مهم جدا، كل الحاجات دي أنا بستعملها وباكلها وبشربها. فأرجو من كل اللي يشوف الفيديو
يسمعني كويس ويركز في كلامي، عشان مفيش حاجة اسمها مستحيل والله عن تجربة، مفيش حاجة اسمها مستحيل عن تجربة. لأن الشفاء بدون أدوية، أنا كنت أقصد السكر بس لقيت نفسي شفيت من كل المشاكل. فعايزين شعركم يرجع للونه الطبيعي، جربوا كلوا كل يوم معلقة سمسم، أزأزوا شوية لب القرع اللي هو اللب الأبيض، بس أنا بجيبه بصراحة مش مملح. جربوا المشروم، كل واحد حسب ما يحب، يعني كل الحاجات دي مفيدة. اهتموا بتمارين اليوجا، اهتموا بترطيب البشرة، اهتموا بمساج او تدليك فروة الراس، فوائده كتير جدا، غير ان هو بيخلصنا من التوتر والقلق، اللي بيقلل برضه هرمون او بيقلل ايه اللي هو مادة الميلانين دي، او الصبغة اللي هي بتلون الشعر والجسم. فلما نعمل تدليك لفروة الراس مرتين ثلاثة، انا بعمل والله دلوقتي كل يوم فروة شعري، الشعر بيتقل جدا، الشعرك بيتقل جدا. وامنعوا الحاجات اللي بتبوظ لكم كل ده، اللي هي السكريات. ما السكريات موجودة في الفاكهة، ممكن ناكل ثمرة فاكهة بدل ما ناخد سكر ابيض او نشرب مشروبات غازية او نجيب ازازة عصير. على فكرة العصير ده عبارة عن مية وسكر، ما فيهوش اي فوائد. فأتمنى ان يكون الفيديو مفيد، ان شاء الله هيبقى مفيد وتهتموا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد بصحة وعافية، بدون أدوية، بدون شيخوخة، بدون أمراض، بدون شعر أبيض. على فكرة لما برفع حواجبي كده بتبان الخطوط دي، ففي واحدة بتقولي ما انت عندك تجاعيد. هو انا بلاستيك يا جماعة؟ انا مش بلاستيك على فكرة، انا مش بلاستيك. انا لما اعمل كده لازم يحصل كده، ولما اعمل كده يحصل كده. اقول لكم ايه، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.